بالامس في مدينه مراكش نوفل العوام لو فيصل ابروش بان يعني الحظوظ للتاهل للمونديال يعني بقى قائمه رغم ان المنتخب المغربي كيحتاج لمعجزه. وقال رشيد توصي انه يعني مؤمن بالقدره ديالو على تقديم الاضافه للمنتخب المغربي في حال تم تجديد العقد. اكيد بان احنا كنتمنوا بهذه النتيجه وكما سبق ان ذكرت نعاود الجمهور يحج.